هاي جايز، كيفكم؟ شو اسمكم؟ بخير. انت عم تشوف الفيديو اليوم. الفيديو حيكون عن اسألوني اي سؤال انتو محيركم او حابين تسألوا اي شيء، اي سؤال. طبعا الدعوة عامة، الدعوة عامة لكل البنات انو يسألوني اي سؤال انتو حابينه. طبعا انتو حتسألوا ايش هاي اللي حتصعب قدامكم. هاي كتير 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 زمان عشان طبعا هاي مقلمة ممكن تحط فيها اشياء هيك تسبيت بيس وحط فيها دباسة. طبعا هي اسفادية. طبعا نوعية كتير كتير منيحة يعني هيك يتجي بلاستيك بسكت. فيا اذا حبينا نعملها اكتب طبعا ما ذكرتها هسه بس ان شاء الله الوقت الجاي بحاول اكون كثير حتذكروها. فيا اتمنى ان تعجبكم. ما تنسوا كمان تكتبوا تحت 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 بالكومنت سؤالكم اللي انتو حابين تكتبوا. فيا وانا حجبكم عليه. ما بعرف وانت ما حس انه الاسئلة نزلت الفيديو جاوب على سؤالكم. فيا ايش كنت حكي؟ كمان الف مبروك للفايزين بالمسابقة ولما روز امل. طبعا هذا ثاني فيديو بذكر اسمهم فيه روز امل وتسلميكو. ايش كنت حكي؟ طبعا اوكي هذا ثاني فيديو اذكر اسمهم فيه يا بنات. طبعا سلم فلاورز لساتها ما بتعرف ان فايزة. ليش؟ لأنه حكت إنه في سفرة وما بتقدر إنه تفتح اليوتيوب نهائيا. في سفرة وما بتقدر تفتح. إن شاء الله بعد ما ترجع بالسلام يا رب تقدر تشوف. فيا أتمنى الفيديو اللي معجبكم. لا تنسوا تكتبوا لي تحت بالكومنت سؤالكم اللي أنتوا حابين تسألوه. طبعا اسم البنات حيظهر في الديسكريبشن بوكس في خانة الوصف. حيظهر اسم البنات. فيا اوكي ايش كنت احكي؟ طبعا عملت مقلمة تانية او شنطة تانية يعني اذا حابين اهديكم اياها مشكلة. فيا اوكي على فكرة انا صرت اكتر من حكي كلمة يا فسامحوني اعود حالي اني ما احكي. اذا حابين اعملوا اكتبوا لي تحت بالكومنت. مو ضروري بعد الفيديو يعني عادي بس اهم شيء انكم تسالوني اسئلتكم الحلوه وتكون صعبه شوي عشان اجاوبها. فحجاوب انا اكيد بكل صراحه.